من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. أهلا ومرحبا بك معنا محمد. سيناريو الشمال الذي كان يوصف بالساخن يبدو بأنه يكرر اليوم، ولكن أكثر ضراوة في الجنوب. ما الذي يحدث؟ نعم، الذي يحدث الآن غارات عنيفة وغير مسبوقة على خان يونس في هذه اللحظات، تحديدا على المناطق الشرقية في بني سهيلة ومنطقة القرارة والسطر الشرقي. ولو شاهدنا هنا في الصورة، العائلات هرعت إلى هذا المشفى باعتبار أن هذا المشفى بداخله عدد من المواطنين، وأيضا اتخذوا هذا المشفى كمركز لإيواء وأيضا من أجل الاحتماء بعد الغارات العنيفة والكثيفة والغير مسبوقة على الإطلاق على خان يونس منذ بدء الحرب على قطاع غزة. قبل قليل شاهدنا عدد كبير من الصواريخ تتساقط على الشوارع الرئيسية في منطقة بني سهيلة، والسيارات المدنية نقلت عدد كبير من الإصابات. سيارات الإسعاف يعني قبل قليل تم استهدافها أيضا هي الأخرى. الآن حزام ناري عنيف، نعم نشاهد ألسنة اللهب في المناطق الشرقية، ولربما تسمع في خلفية الصوت الانفجارات الضخمة، وهي الناتجة عن استمرار القصف على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. نعم قصف عنيف، نتحدث عن 10 صواريخ وأكثر في الحزام الناري الواحد، وهذا يؤكد أن الجيش يرفع من وتيرة غاراته وأيضا يزيد مدينة خان يونس بغاراته العنيفة والكثيفة والتي تستهدف المناطق الشرقية وأيضا مناطق شمال منطقة القرارة، وهي المنطقة التي يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل من خلالها إلى محافظة خان يونس. تشهد تلك المنطقة اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، ويتم قصف تلك المنطقة بأعداد كبيرة من الصواريخ، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، تم نقلها قبل قليل إلى مستشفى ناصر الطبي، حيث هذا المشفى كما تشاهد في الصورة المكتظ بأعداد كبيرة من النازحين الذين نزحوا ووصلوا إلى هذا المشفى بفعل القصف الصاروخي الكبير. أود الإشارة هنا إلى أن أعداد كبيرة من سكان مدينة خان يونس نزحوا إلى المناطق الغربية ومناطق رفح جنوب قطاع غزة، حيث دفع الجيش الإسرائيلي تلك العائلات إلى النزوح إلى تلك المنطقة تحت المسمى الإنساني. لكن هذه العائلات تقول بأنها متخوفة جدا من هذه الدعوات، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي دعا مواطنين في وقت سابق إلى النزوح إلى المناطق الجنوبية واستهدفهم بشكل مباشر، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات في صفوف هؤلاء النازحين الذين وصلوا إلى المناطق الجنوبية لقطاع غزة. نعم محمد، هذا المشهد اليوم في محيط مجمع ناصر هو نفس المشهد الذي كنا نشهده في ما قبل الهدن في محيط مستشفى الشفاء. كيف هي القدرة الاستيعابية سواء من حيث إيواء النازحين وأيضا من حيث معالجة الحالات والقيام ربما بعمليات أو حتى للجرحى؟ كيف هي الأوضاع؟ نعم، قبل قليل تجولنا في قسم الاستقبال والطوارئ واستمعنا لشهادات الأطباء ووثقناها، وبعد قليل سنقوم ببثها. هذه المشاهد تؤكد أن المنظومة الطبية تعاني أزمة طبية خانقة. هذه الأزمة حالة دون عمل إصابات كما نشاهد. ها هو المشهد يتكرر ولا يتوقف. سيارات مدنية هي فقط من تنقل الإصابات، لأن هناك صعوبة في تحرك سيارات الإسعاف إلى تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك أعداد الإصابات الكبيرة. قبل قليل تحدثنا إلى أحد الأطباء في قسم الاستقبال والطوارئ وقال لنا أنهم يواجهون أصعب المشاهد هنا في خان يونس، خاصة مع أعداد النازحين الذين وصلوا إلى هذا المشفى، بالإضافة إلى تكدس أعداد الإصابات التي يتم التعامل معها على الأرض بسبب نقص الأسرة في هذا القسم، والذي كان من المفترض أن يتسع إلى 30 جريحا، لكن نتحدث عن غارة واحدة تحدث أو تخلف هذه الغارة عن أكثر من 30 جريحا، وهذا ما أرهق المنظومة الطبية هنا في مستشفى ناصر الطبي جنوب قطاع غزة. لذلك وزارة الصحة ناشدت قبل قليل بضرورة فتح ممر إنساني دائم من أجل إنقاذ هذه المشافي قبل أن تخرج عن الخدمة،
كما حدث في مدينة غزة حينما توغل واجتاح الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. لكن على الأرض هناك حالة من الخوف الكبيرة لدى المواطنين، خاصة الذين كانوا ينتظرون ساعات مساء هذا اليوم لكي يقيموا أوضاعهم المعيشية. لكن الجيش الإسرائيلي كثف نيران قصفه على المناطق السكنية تحديدا في وسط وشرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى نزوح عشرات من العائلات إلى هذه المنطقة بعد أن نزحت مئات العائلات ظهر هذا اليوم. نعم، إذن هذه الأعداد التي تبدو وهذا الاكتظاظ الذي يبدو من خلفك في الصورة محمد هم ممن نزحوا، ليس فقط من مرافقين لمصابين أو جرحى، أليس كذلك؟ نعم، يعني غالبيتهم هم من النازحين الذين نزحوا إلى هذا المشفى. يتم نقل عدد من الضحايا في سيارة مدنية، وهذه السيارة المدنية تعطلت، وهذا ما كنت أتحدث به أن الأوضاع الإنسانية في مدينة خان يونس تزداد تفاقم وتزداد سوءا عن الأيام الماضية، خاصة في ظل عدم وجود إمكانيات طبية إلى هذه المشافي. بالمناسبة وزارة الصحة قالت قبل قليل في تصريحات صحفية خاصة بأن هناك أزمة كبيرة في المواد الإنسانية والمواد الإغاثية والطبية، والذي كان يدخل حين فترة الهدنة إلى مدينة غزة لا يكفي إلى إنقاذ المنظومة الطبية بشكل كامل، وهذا ما أرهق المنظومة الطبية. لذلك جددت نداءاتها واستغاثاتها للدول الأخرى من أجل الضغط على الجيش الإسرائيلي بالسماح لدخول تلك المواد التي يتم إرسالها إلى مستشفيات قطاع غزة. من خان يونس كنت معنا مراسل الحدث محمد عوض، شكرا جزيلا لك محمد.